راجع ابراهيم بايش ابراهيم جول 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 ابراهيم بايش يسجل الهدف العراقي الاول ويعلن عن احتفاليه كبيره في مدرجات ملعب جذع النخله. هو يعيد سيناريو الهدف الجميل الذي سجله في مرمى قطر. يا حالاتك يا حالاتك، هدف عراقي يشعل مدرجات ملعب جذع النخلة. جول للعراق. اسلم يمينك يا ابراهيم. جول عراقي ولا اروع ولا اجمل. هدف عراقي يدخل الفرحة والبهجة والسرور لكل بيت عراقي. الله 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 يا ابراهيم. هدف عراقي جميل، هدف عراقي يهز الشباك العمانية الشقيقة.